فعشان نبتدي المدخل الحقيقه يعني اعتقد المناسب هو ان احنا نعرف ايه احتياجات الانسان بغض النظر عن شخصيته. خلاص؟ في واحد اسمه ابراهام ماسلو هو ابتدى العلم ده اللي هو بيسموه البوزيتيف سايكولوجي او سايكولوجي اوف هابينس، لان اغلب الناس اللي كانت بتدرس سايكولوجي ابتداء من فرويد ومن قبله، يعني كان فرويد هو يعتبر مؤسس علم النفس الحديث، لكن ناس كتير اشتغلت قبل كده كله كان بيشتغل على الشخصيات اللي فيه حاجه غلط، ويبتدي يتعامل معاه ويحاول يخففه او يخفف اعراض مرضه او يقرر عزله عن المجتمع. خلاص؟ ده كان اساس شغل الناس بتوع السيكولوجي لغايه ما جه ابراهام ماسلو وركز، قال لك طب يعني طب ما نبص ايه اللي يخلي البني ادم كويس؟ ايه اللي يخليه سعيد؟ ابتدى يبص للجانب الاخر من الانسان. الانسان بقى كويس اللي مبسوط، خدوا منه الناس حاجات وابتدى يعملوا شويه فاريشنز برضه على المودلز بتاعته لغايه ما وصلوا لان في احتياجات اربعه اساسيه للانسان. الاحتياج الاول هو انه يعيش، لو يمكن كان قال ماسلو الفسيولوجيكال نيدز، اوكي؟ بس هنا مع يعيش انه يبقى كمان حاسس بالامان. لا مش حاسس، يكون امن. احتياج الامن غير احساس بالامان. خلاص؟ احساس بالامان والانتماء وهو يحطه هنا في لفظ. خلاص؟ فليفنج loving to love and be loved، ده احتياج اساسي. الانسان اللي بيحس انه ما حدش بيحبه يا هو انسان بينفر الناس منه وبالتالي هو انسان غير سوي، يا اما ده هو عنده مشكله نفسيه بتخليه ما يحسش بحب الناس ليه، وفي الحالتين هو انسان غير سوي. اوكي؟ فاحتياجك للحب احتياج طبيعي، احتياجك للانتماء لمجموعه من الناس تحس بوصولهم بالامان وتحس بوصولهم بالانتماء والحب المتبادل، ده احتياج طبيعي لاي بني ادم. اوكي؟ الاحتياج الثالث learn and acquire new experience. وده الاحتياج ده بنشوفه جليا جدا في الاطفال. الاطفال الحقيقه نقدر نشوف عليهم كل الحاجات الطبيعيه. الانسان لما بيكبر بيشوه. اوكي؟ لكن بنشوف الطفل يحب دايما كيوت، بيدور على حاجه جديده، بيشوف ايه هنا في ايه هنا بيخبط، هو مش بيعمل دوشه، وعايز يشوف ايه الكوز اند افكت اللي بيحصل لما بيقعد يخبط او يمسك حاجه تقعد او يشد المفرش يقوم منزل كل اللي على الترابيزه يتكسر. اوكي؟ دي كلها حب التعلم. خلاص؟ بيفضل معانا حب التعلم ده واحتياجنا ان احنا الاكواير نيو اكسبيرينس. خلاص؟ بيبان مع الكبار اللي مثلا تلاقيه يحب ينط بالباراشوت، ليه؟ ايه اللي يخليك تروح تعرض حياتك للخطر؟ الا احتياج شديد لانك تاكوان نيو اكسبيرينس. خلاص؟ طبعا ما بين ده وده هتلاقي اللي بيقعد يمسك جيتار او اللي يقعد طول النهار بيقرا حاجه او اللي وات ايفر ينزل يلعب كوره كل يوم عشان او يقعد يتفرج على الكوره مش من باب ان هو يهيص ويشتم الفريق ده ويشتم الفريق ده، وانما يشوف التكنيكس بتاعت اللعبه بس. اوكي؟ learning and acquiring new experiences is one of your fundamental needs. خلاص؟ الاحتياج الرابع leaving a legacy or feeling important. نشوف في الاطفال فين؟ بابا 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 تعالى بص انا بعمل ايه؟ تعالى بص 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 بص. في طفل ما بيعملش كده؟ اوكي؟ ده ايه؟ to feel important. leaving a legacy اللي هو ان انت عايز يبقى لك مش اسطوره، يبقى لك يعني ايه؟ ذكرى كويسه. خلاص؟ فذكرى كويسة أنت عايز بعد مماتك تذكر وتحس أنت مهم حتى بعد ما تموت، وفيلينج امبورتنت وأنت حي تحس أن ليك أهمية، أن الناس أن أنت ليك لازمة عند الناس.
اوكي، بحس انه ملوش لازمه عند الناس، بقى عنده نوع من انواع ايه، عقده النقص، مش كده؟ وده برضه مريض. بس الاحتياجات الاربعه دي بقى، الموديل هنا يختلف عن الموديل بتاع ابراهام ماسلو، ان ماسلو عمله هيراركيكال، بمعنى ان انت تحتاج الاول تحقق احتياجاتك الفسيولوجيه وال وبعدين احتياجات الامن وبعدين احتياجات الانتماء وبعدين احتياجات السؤال. خلاص؟ لا، الموديل ده بيقول ان انت محتاج دايما سيرتن بالانس ما بين كله. وابسط دليل على كده ايه اللي بيخلي القائد في الجيش يروح وهو هيموت بس يروح يحارب في الجيش لما تقوم حرب؟ ده طغى على ده في مرحله، مش كده؟ فبقى مستعد انه يموت. هنا مش ضروري ليفنج ليجاسي او فيلينج امبورتنت بمعنى ان هو يتفاخر بانه استشهد، ما هو استشهد، اوكي؟ لكن هو عنده انترنال نيد انه ساتيسفاي ان هو بيعمل حاجه مهمه في المجتمع، بيعمل حاجه مهمه اللي حواليه، بيعمل حاجه مهمه قدام ربنا، اند في لحظات بتفوق احتياجه لانه يعيش. صح؟ الطبيعي ان الانسان ممكن يسيب كل حاجه علشان يعيش. الحقيقه اكشولي لا. انت بتنزل تروح الشغل وتتعايش في المجتمع مع ان ده بيعرضك للخطر، انت احسن حاجه تقعد في بيتك وتقفل على روحك ويجي لك الاكل من تحت عقب الباب كمان. متعقد. لو كل احتياجك هو ان انت تعيش بس الاول، تعيش بامان. مش كده؟ بس it will not be a life. صح؟ لازم تتعامل مع الناس، ولو انت شويه كومبالسيف هتقول اما التعامل مع الناس فيه نقل بكتيريا ونقل فيروسات وممكن يجي لي عدوى، مش كده؟ بس البني ادم اللي بيعمل كده بنقول عليه مريض، اللي هو ما بيرضاش يتعامل مع الناس علشان خايف على عمره من الامراض. بنقول عليه مريض. مش كده؟ فالبالانس ده لازم يتحقق دائما. كل ما بتحس ان في نقص في ناحيه بتجري ناحيتها عشان تعمل لها ساتسفاكشن. اوكي؟ او اتليست لان مفيش ساتسفاكشن اتليست تعمل بالانس. حلو. اوكي؟